بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل مع بعض يا شباب الأسئلة بتاعت شابتر 3 ليسون 1 الإسي بتاع الليسون. نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول إن the figure A shows a copper wire ده uh, carries current uh, I while being in the same plane with a copper ring in, and in figure B يبقى أنا دلوقتي هو الراجل بيوصف لي الفيجر ايه كان عباره عن ايه ده كفر واير كاريس كارنت اي وجنبه رينج بس مش باينه شويه الرينج دي سيمبلين للواير طيب يا سيدي ده كده ايه اه فيجر ايه طيب فيجر B بي بيقول لي برده كفر واير اند coincides uh, uh, with ان ذا اكسس اوف ذا كفر رينج في واير ماشي مع الاكسس بتاع الرينج يعني معدي بالسنتر بتاع الرينج فـ لي in which case an induced current passes through the ring while the current passing in the wire increases and explain. طيب، آه بسم الله، احنا متفقين إن عشان يحصل induced current، لازم يبقى فيه شرطين، لازم يبقى delta phi m over delta t unequal zero، ولازم تكون closed circuit. تعالوا نشوف الشرطين دول بيتحققوا في مين. بتحققه في فيجر ايه بس يبقى فيجر ايه اونلي ذا رينج كارس كارنت اندوز ذا كارنت ليه بقى اولا هي كلوز سيركت طب ما بي كلوز سيركت يبقى فاضل لي ان الدلتا فاي ام اوفر دلتا تي ان ايكوال زيرو لو انا اشتغلت اشتغلت على امبير رايت هاند رول بالنسبه لفيجر A فال external magnetic field اللي هو هيبقى البي واير into the page فده external magnetic field acting on ring A فبالتالي الماجنتيك فيلد لو ال current increases كده الماجنتيك فيلد field increases الراجل بيقول لي انا هزود ال current في الواير فيجر A وفيجر B بس الواير في فيجر ايه الماجنتيك فيلد بتاعه انتو ذا بيج يعني بنتريت الكويل بربنديكولر وبالتالي لو حصل اي فاريشن في الدلتا في ام اوفر الدلتا تي هيبقى في اندوز ام اف واندوز كارنت اما الواير آه او الفيجر بي الماجنتيك فيلد بتاعه الواير لو تفتكر ده ستريت واير فين الماجنتيك فيلد بتاعه as uniform circles عبارة عن circles حوالين الواير concentric circles يعني كلهم عندهم نفس السنتر اللي هو الواير فتخيل معايا كده ايديا هي الرينج بي وكده هعملها كده فانا انا شفت من البوزيشن ده كده ده الواير وده الرينج بي وبالتالي هيبقى البلين بتاع الماجنتيك فيلد بارل تو البلين بتاع الرينج وبالتالي مفيش اي فاريشن يعني فين الماجنتيك فيلد في الرسمه دي هيبقى عباره عن يونيفورم سيركلز عندها نفس السنتر اللي هو الواير وبالتالي الماجنتيك فيلد بارل للرنج وبالتالي مفيش اي فاريشن لو الماجنتيك فيلد زاد قل كده كده بارل ما, ما بيحصلش اي تشينج للماجنتيك فلوكس دينسي وبالتالي هيبقى الرنج بي الاي ام اف فيها ايكوال زيرو وبالتالي الكرنت ايكوال زيرو اما الرنج ايه هي كارث كارنت ديو تو احنا آه قلنا دي اللي هو بيقول لي ان ويتش يبقى الرينج ايه طب اكسبلين ديو تو ذا تشينج دون ان ماجنتيك فلوكس دينستي تمام كده ده السؤال نمبر آه 1 السؤال نمبر 2 بيحكي في نفس المشكله يعني بيقول لي سكوير ميتال اهي فريم يعني ان برضه ايكوال 1 placed in the same plane along straight wire uh, current carrying wire طيب determine the with giving برضه ريزونز uh, uh, لو انا موف الرينج ال ال دي in direction 1 or direction 2 uh, هيبقى فيه current هو الاي I ال يعني ما جابش سيرته فهو الاي I كده كونستنت يعني هو ما جاش ما قاليش ان فيه change in the magnetic field فلو انا ابلاي امبير رايت هاند right hand rule على الواير فهيبقى الماجنتيك فيلد اللي انا هتعامل معاه اكسترنال ماجنتيك فيلد على السكوير هيبقى الدايركشن بتاعه انتو فلو انا بتحرك ان دايركشن 1 بيني وبين الرينج كونستانت والاي كونستانت فالبي كونستانت فان دايركشن 1 نو اندوزد كارنت لان الدلتا فاي ام ايكوال زيرو طيب في الدايركشن 2 انت موف رينج اواي فروم ذا واير وبالتالي ان دايركشن 2 الماجنتيك او الاكسترنال ماجنتيك فيلد الماجنتيك فيلد او الاكسترنال ماجنتيك فيلد ديكريسز طب احنا متفقين الماجنتيك فيلد ديكريسز انكريس طالما في تشينج حصل في الماجنتيك فلوكس لاينز produce induced emf وبالتالي ال emf هنا magnetic flux density decreases so generate induced electromotive force and induced current طيب السؤال number 3 برضو بيكلم في نفس الحكاية بقول determine with explanation the direction of induced current as shown face uh, the ring تمام مثلا في فيجر A المجنتيك فيلد كونستانت بس الرينج موف اواي فروم ذا رينج ذا ماجنتيك فيلد بيقولك موفينج ذا رينج رايت ووردز ذا بيج تو جيت اوت ذا ماجنتيك فيلد انا هخرجها بره الماجنتيك فيلد فاحنا متفقين زي ما شرحنا في في لينزز رول الماجنتيك فيلد انكريسز الكرنت او الانديوسد كرنت ديكريس ات طب لو الماجنتيك فلوكس دنسي الاكسترنال ماجنتيك فلوكس دنسي ديكريسز الانديوسد كرنت انكريسز ات وبالتالي انت لما جيت اوت ذا رينج الماجنتيك اكسترنال ماجنتيك فيلد ديكريسز وهو اوت فجنريت برضه ماجنتيك فيلد اوت ذا بيج فالكرنت يمشي انتي كلوك وايز فهيبقى هنا الكرنت انتي كلوك الإحصائية بتاعي هقول له: According to lenses rule the external magnetic field decreases so generate current in, uh, in direction anti-clockwise. طيب الرنج B: passing the ring between two poles uh, of the magnet. لو جينا تخيلنا المنظر ده كده انت شايف الرنج اهي شايفها كده سيركلر وبالتالي هي سيم بلين للماجنتيك فيلد وسيم و... بلين للبيج اسف والماجنتيك فيلد برضو شايفه ستريت لاينز وبالتالي هو برضو سيمبلين، بلين فالاثنين كده بارل فبالتالي لما الكويل ده يمشي هنا وبعدين يخرج هنا مفيش اي تشينج في الماجنتيك فلوكس دينسي اكوال زيرو وبالتالي الاي -E ام هي برضه ايكوال زيرو وكذلك الكرنت ايكوال زيرو طيب الحاله سي ذا رينج فور كوارتر سايكل اباوت ذا اكسس ان ذا بلين بص دلوقتي البي بارل magnetic فلوكس لاينز فالكويل روتيت في الدايركشن اللي هو موضحه اللي هو السهم الاحمر ده يعني الكويل اهو هيبدا روتيت كده فكده اصلا فاي ام 1 0 وبالتالي كده الفاي ام 2 انكريزز وانا عينها ايه؟ فالفاي ام ماشي كده وانكريزز فتقوم الرنج تجيب لي ماجنتيك فيلد اوبوزيت دايركشن تو ديكريس الاكسترنال ماجنتيك فيلد الفاي ام 2 انكريزز وبالتالي الفاي ام او الانديوزد فاي ام هتبقى في الدايركشن ده فتخيل كده الرنج بقت كده وانا عينها ايه؟ والماجنتيك فيلد خارج من هنا فانا هتكون شايف النورث بول والناحيه الثانيه هيبقى ساوث بول فبرضه هشوف الكرنت انت كلوك وايس تاني الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد ماشي كده الاكسترنال ماجنتيك فيلد ماشي كده والرينج كانت بارل فلما الرنج تبدا تدور الاكسترنال ماجنتيك فيلد البنتريت الرنج ال عمال انكريز والدايركشن بتاعه كده فالانديوزد ماجنتيك فيلد جنريتد في الدايركشن ده فهو بيخرج من السايد ده وانا عيني هنا فانا هشوف النورث بول فالكرنت يمشي انتي كلوك وبالتالي تبقى الاجابه انتي كلوك نشوف السؤال اللي بعده السؤال نمبر 4

بيقرب بالساوث بول في ان ساوث عشان يعمل ريبالشن ما هو كده الاكسترنال ماجنتيك فيلد انكريز فالانديوسد كارنت برديوس ماجنتيك فيلد تو ديكريس الاكسترنال فهنا هيبقى ساوث عشان يعمل ريبالشن وهنا هيبقى النورث انت كده استعملت انه رول ان استعملت لينز رول طيب فاضل لي ارسم فقط الدايركشن بتاع الكارنت فالمجنتيك فيلد في الـ في الـ في الكويل من جوه هيبقى ماشي من الساوث للنورث ده دايركشن البي إنديوز. فانا استعملت بي رايت هاند رول فهيبقى الكرنت في الدايركشن ماشي في الجلفانوميتر ابورد كده طيب ده determines the direction اوف induced كرنت في الجلفانوميتر طيب انديوز رول اوعى تقول انا استعملت حاجه غلينز رول يا انا استعملت امبير رايت هاند رول لا انت عرفت التو بولز ما هو التو بولز جم بناء ان فيه في كرنت عدى في السولينويد يعني مستحيل يبقى في بولاريتي والاي والاي ايكوال زيرو يبقى في كرنت عدى يبقى انت حطيت التو بولز دول اللي هو الساوث هنا والنورث هنا بناء على اساس ان في كرنت عدى وبالتالي انت كده استعملت لينز رول فانا ديتيرمين الدايركشن بتاع الكرنت عملته واليوز رول هي لينز رول طيب رقم اثنين what is the effect of inserting soft iron cylinder inside the uh, on, uh, inside the coil on the magnitude of instantaneous deflection of galvanometer؟ <applause> انت عارف ان permeability of iron is very high هي أكبر بكتير من permeability بتاعة الاير وبالتالي كده انت increase the magnetic flux density وبالتالي لما تيجي تقرب الماجنت فالتشينج هيبقى اكبر وبالتالي كده دلتا فاي ام اوفر دلتا تي انكريسز كذلك الاي ام اف انكريسز كذلك الاندوسد كارنت انكريسز وبالتالي الديفليكشن انكريسز ديو تو البريمبيليتي اوف ايرون از فيري هاي انكريس الماجنتيك فلوكس لاينز وبالتالي هيزود الاي ام اف السؤال نمبر 5 uh, A student has uh, moved a magnet uh, once with uniform velocity v1 في figure or case 1 uh, given distance along the axis of solenoid whose thermal connected to galvanometer having its zero in the middle of its scale another time he has moved the magnet with uniform velocity v2 for the same distance, distance. along the axis of solenoid where student observation of maximum deflection of galvanometer pointer in both uh, walls uh, in the opposite figure compare between the two cases and the explain لو انا جيت بصيت على الكيس نمبر 1 البوينتر ديفليكت pointer deflect 1 division هنا البوينتر pointer deflect 2 division in opposite direction يبقى انا كده اعرف من هنا ان ال v1 equal half ال v2 عرفت منين؟ ان هنا الpointer deflect one division وهنا الpointer deflect two divisions ان ال v1 is opposite direction to ال v2 عرفت منين؟ ال0 in the middle الpointer هنا deflect على right side بتاع ال0 هنا deflect on left side بتاع ال0 of جلفانو متر وبالتالي في first case ال V1 هاف ال V2 لان هنا ال current deflect او ال pointer of galvanometer deflect 1 division اما هنا 2 division وبالتالي ال velocity 2 is double او twice ال velocity 1 وال 2 velocities in the opposite direction عشان ال pointer deflect هنا in certain direction وهنا in opposite direction شوف السؤال نمبر 6 بيقول في السؤال نمبر 6 uh, in the opposite figure induced uh, EMF in the case is generated is less than EMF بيعرفني ان هي اقل من EMF بتاعت الباتري تمام what happens to uh, intensity of bulb uh, luminous انا عايز اشوف الانومنيشن بتاعت اللامب حصل فيها ايه خلي الحالة دي لتر A والحالة دي لتر B moving a magnet towards the coil طيب يبقى يعني انا كده زي ما اتعودنا في لينز رول احدد الدايركشن بتاع تو كرنتس الآي باتري والآي انديوست الآي باتري ونفرض نعملها باللون الأحمر خارجه من البوست في بول ده الآي باتري طيب فهيبقى في التيرنز ابورد نشوف الآي انديوست هو بيقول لك أنا هخليه موفينج ذا ماجنت وورد ذا كويل فهيقرب باي نورث بول فلو أنا خليته يقرب باي نورث بول برودوس هنا نورث عشان يعمل repulsion وهنا south فdirection induced current هيبقى same direction لل, لل I battery وبالتالي هيبقى باللون الأزرق ده I induced وبالتالي في الحالة letter آه A the illumination of bulb increases due to the induced current same direction to the current of battery طيب السؤال الثاني بيقول لي the magnet is still inside the coil انا هدخل الماجنت واسيبه static inside the coil كده مفيش اي تشينج هيحصل في الماجنتيك فيلد اي نعم الماجنتيك فيلد ماكسيمم بس الدلتا الدلتا العريس بتاع الشابتر الدلتا فاي ام ايكوال زيرو وبالتالي نو no induced كارنت فهيبقى الاليومينيشن كونستنت هيبقى البس بس الاي باتري هي اللي موجوده في السيركت وبالتالي الاليومينيشن ستيل كونستنت على الحاله قبل ما اصلا الماجنت خالص طيب لتر سي هنا بقى طب احنا عايزين موف الماجنت اواي فروم ذا كويل طيب تعال نحدد الدايركشن بتاع الاي باتري زي ما عملناه في المره اللي فاتت الاي باتري هتبقى في الترنس طالع ابورد طب هو بيبعد بقى. بيبعد بالنورث بول فمش عايزه يبعد فيعمل اتراكشن فبروديوس هنا ساوث بول وهنا نورث بول ففين الدايركشن بتاع الانديوسد كارنت انا استعملت لينز ده دايركشن اندوسد بي فهيبقى الاندوسد كارنت اوبوزيت دايركشن للاي باتري فالالومينيشن ديكريسز ليه؟ عشان الاندوسد كارنت كان اوبوزيت دايركشن للفي باتري وهو قايل لي ان الاي ام e اف ليس الفي باتري يعني هي ديكريسز بس ما اصل ممكن تبقى ايكوال فاقول له فانشز او ممكن تبقى مور ذان فهقول له ديكريسز ذن فانشز ذن انكريسز فهو على حسب رأس السؤال كلمة واحدة تتغير في رأس السؤال ما تاخدش بالك منها تبقى مصيبة سوداء، أنت ممكن تكون متخيل إن هو إيه؟ هو وات هابنز تو إنتنستي أوف ذا لامب فموفينج كويل كلوز وستيل ستاتيك وموفينج أواي فأنا جاوب على هذا الأساس. في هنا كلمة بيقول لي less than the induced EMF less than the EMF of the battery وبالتالي في حالة ال increasing فيش فيها مشكلة خالص مور more than less than equal ما فيش فيها مشكلة أما في حالة ال decreasing دي مهمة أوي يا جدعان هو بيقول لي less than لأن في الحالة دي ال I induced هتبقى ايكوال ال V battery minus ام EMF over الار R بتاعت السيركت كلها وبالتالي هيبقى الالومينيشن ديكريسز عشان الكرنت ديكريسز لو قال ايكوال كنت هقول له فانشز ديكريسز تيل فانشز طب لو كان قال لي ان الاي ام اف اندوزد از مور ذان الفي باتري فاقول له ان هي ديكريسز ذن فانشز ذن انكريسز اجين طيب السؤال نمبر 7 بقول ان ذا اوبس فيجر وين ذا فاليو اوف ريزيستنس تيكن فروم ريستات انكريسز يبقى كده الار داش increases اوتوماتيك الاي توتال انا انكريس دي والفي باتري كونستانت فالاي توتال ديكريسز وهي دايركتلي مع البي بتاعه الواير فهسمي الواير ده مثلا اكس واي فالواير اكس واي البي بتاعه الاكس واي ديكريسز وانا بتعامل مع البي بتاعه الواير اكس واي هي الاكسترنال ماجنتيك فيلد اكتنج ان ذا ريكتانجلر كويل فبيسالني بيقول لي وات أه, ويل B-direction Induced Current in the coil ABC فالقرن بتاع الواير uh, XY هيبقى ماشي from Y to X عشان ده البوصلبول بتاعت البطارية. فلو ابلاي uh, apply NB right hand rule magnetic field into وكمان هو decreases فبالتالي generate magnetic field into فيبقى الانديوزد Induced Current ان ذا كويل هيكون clock وايز دايركشن ليه لان الانديوسد اي ام اف هتبقى سيم دايركشن فتبقى انتو فالكرنت يبقى كلوك وايز يبقى كمان مره الكرنت في الواير اكس واي ماشي من واي لاكس وكمان الكرنت ديكريس عشان الاكسترنال ريزيستنس او الريوستات increases فبالتالي ال current decreases فال external magnetic field decreases ف induced current هيبقى clockwise direction فيبقى ده direction ال induced current طيب السؤال اللي بعده بيقول لي a metallic ring of aluminium بيقولها aluminium عشان يقول لي ان هي material not, not magnetized placed around the shaft of strong electromagnet magnet uh, electromagnet قوي جدا الكور بتاعه when the circuit of electromagnet was closed the ring jumped up explain لما اقفل السويتش ده the coil acts as magnet closed او closed suddenly to the ring فكده according to lenses rule the ring suffers from repulsion force هيحصل repulsion force وبالتالي الرنج دي jump اول ما تقفل لو انت عايز تعرف البول فهيبقى ده دايركشن الكرنت فهيبقى هنا في الكويل جنريت ساوث بول وتحت نورث فالكويل ده اكت از ماجنت قرب لي فجاه كده مباشره من الرنج دي باي ساوث بول هو ماجنت قوي فبرديوس هنا ساوث بول ميك الرنج دي جامب ان ذا اير ديو تو ال repulsion force وبالتالي ده الاكسبلانشن بتاعي. طيب نشوف السؤال اللي بعد سؤال قديم وسهل وكلنا عارفين بيقول لي two similar magnet AB uh, magnets AB uh, are falling freely from the same height uh, through copper wires but one opened and the other is closed. Which the magnet reach the ground firstly؟ قولا واحدا the Magnet A reaches first ليه بقى؟ هنا Open Circuit مفيش current no induced current وبالتالي المجنيت doesn't suffer from repulsion ولا attraction بس ده وهو بيقرب بالنورث بول في producing a north يحصل repulsion force delay المجنيت شوية وبعدين لما الماجنت يعدي بيبعد من تحت كده باي ساوث بول فبريديوس نورث اتراكت الماجنت فياخره اكتر وبالتالي مفيش هنا انديوزد Current بس في هنا انديوزد Current ديلي ذا فولنج اوف ماجنت بس خلي بالك الرنج دي فيها اي ام اف بس مفيش فيها كرنت ليه؟ شرط الدلتا فاي ام اوفر دلتا تي اتحقق وبالتالي هتبقى هنا مفيش كارنت وبالتالي الماجنت فولز فريلي باي جرافيتي اكسليريشن هنا هيحصل ديلي او تاخير للماجنت عشان الكارنت هيعمل له ريبالشن فورس في الاول وبعدين اتراكشن فورس وبالتالي هياخر الماجنت السؤال نمبر 10 تقريبا نفس الفهم بس بدل ما هي رينج هي بلاستيك تيوب البلاستيك تيوب دي بقت كوندكتور وبالتالي ما فيش انديوسد ام اف ولا ده كوندكتور مش كوندكتور افتكر الديفينيشن بتاع الالكتروميك اندكشن ات از ذا بروسيس جينيريتنج انديوسد ام اف وانديوسد كارنت ان ا كوندكتور ان كلوزد سيركت دي اوبن سيركت ففيها اي ام اف بس ما فيش فيها كارنت دي باد كوندكتور مش كوندكتور وبالتالي برضو بيسالني واي ديت ماجنت بي سبيند لونجر تايم باسز ذا تيوب ده هيوصل الارض الاول ليه لان ده باد كوندكتور سو دازنت جنريت انديوزد كفر بس ده انديوزد uh, <applause> كارنت اما دي كفر تيوب فبالتالي الرينج تيكس تايم اكتر جوه لان هو هيقابل ريبالشن فورس ديليل ماجنت وهو بيقرب بروديوس هنا نورث بول وهنا ساوث بول وهو عمال جوه تيوب برضه في ريبالشن فورس ديليل الماجنت لحد ما يبدا يعدي من التيوب كلها فيبدا يبعد باي ساوث بول وهنا نورث بول فبريديوس هنا نورث بول وهنا ساوث بول برضه يعمل اتراكشن ديلي الماجنت تو فولز طيب السؤال اللي بعده كذا مره يتكرر السؤال بنفس النمط زي ما احنا خدنا مثلا مره قبل كده في السيركلر كويل او السولينويد او التورك يجيب لي النمبر اوف تيرنز ان بيبقى اصلا انا عوض بيها عشان انا عارف ان انا هطيرها بيقول لي سيركلر كويل كويل يعني النمبر اوف تيرنز ان ايكوال زيرو ان ايكوال 1 اسف لازم يقول لي لوب 1 تيرن ما بيقول لي كويل والنمبر اوف تيرنز بتاعته ان <applause> والريديوس بتاعه 10 uh, سنتيمتر وبالتالي وير ذا ريزيستنس اوف ايتش تيرن 1 ار يبقى كده الار كويل =1 تايمز ان ده الريزستنس بتاعت الكون كلها لان النمبر اوف تينس دي كونكتد مع بعض سيريس تمام بيقول لي بليز بيربنديكولار 2 ماجنتيك فلوكس تينسيتي 1 0.1 تسلا والمجنتيك هاز فانشيز يبقى كده الفاي ام 1 بي اي كوساين 0 فايكوال بي اي اما الفاي ام 2 0 فانشيز وبالتالي لما اجي اعوض الاي ان هو عايز كالكوليت الافريج كارنت فالاي تايمز ال ال N تايمز 1 ما دي الريزستنس نكتب القانون الاول اي ار ايكوال ان بي اي اوفر تي فيبقى الاي والريزستنس ايكوال ان ايكوال ان تايمز بي اللي هي 0.1 تايمز area باي تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اول باور 2 عشان اخليها سنتيمتر كوزين 0 ب 1 ديفايدد باي 0.01 ابدا بقى اعمل اختصار لل ان دي مع ال ان دي واعمل الكلام ده على الكالكوليتر فتبقى ال i equal 0.314 امبير فيبقى الاجابه 0.314 امبير او باي اوفر 10 نشوف السؤال اللي بعده السؤال ده كان نمبر كام 11 شوف السؤال 12 سؤال برضو جميل <applause> بيقول لي ان ذا اوبزيت جراف ريبريزنت ريليشن بين الفاي ام باي ملي ويبر والتايم باي ملي تسلا يبقى خلي بالك قوي قوي من الميجرنج يونت اتفقت معاك طالما انا هعمل ريشيو فانا مش انا مش انت مش مضطر ان انت تحول في الريشيو بس اوعى اوعى تاخدها قاعده عامه وتنسى تحول بقى على طول لا ده انا بحول على طول دي الميجرنج يونت مليمتر فاعمل لها تايم 10 باور نيجاتيف 3 وكذلك هنا تايم 10 باور نيجاتيف 3 ولكن انا مش هحول انا هجيب الاي ام اف اكس اوفر الاي ام اف واي فانا هجيب السلوب اوف اكس البوينت دي 4 ماينس 0 ديفايدد 5 ماينس 0 تديني 4 اوفر 5 كذلك اجيب السلوب اوف واي البوينت دي 3 والبوينت دي 1 ماينس 1 ديفايدد 5 ماينس 0 فتديني 2 اوفر 5 نجيب بقى الاي ام اف اكس اوفر الاي ام اف واي ايكوال ديت 4 اوفر 5 ديفايدد دي فتعمل لها ملتبلاي 5 اوفر 2 تطلع 2 اوفر 1 طاير ال 5 مع ال 5 تبقى 4 ديفايدد 2 تديني 2 اوفر 1 ده السؤال لتر اي السؤال لتر بي لي لو سمحت if the intensities of two uh, induced current in both rings are equal طب كلام جميل فعايز ال ratio between Rx وال Ry طب ما هو ال R اصلا equal V over I ودي constant فدايركتلي مع EMF اف فتبقى EMFX over EMFY equal Rx over Ry 2 1 طيب السؤال نمبر 13 سؤال الجراف ده يا جدعان من اعلى من اعلى الاسئله اللي ممكن تقابلك الراجل هنا بيقول لي determine with اكسبلينيشن ذا انترفال ذا تايم انترفال ان ويتش ذا ماجنيتيود اوف increases ام اف تعال نفتكر انا عندي السلوب في اي جراف في الكون الديفرنس بتاع الواي اكسس اوفر الديفرنس بتاع الاكس اكسس ده الاسلوب الاكوفيرنس بقيت باقي القانون بقيه القانون هنا نيجاتيف اوعى تغفل ان النيجاتيف دي جزء من القانون نيجاتيف ان اي ام اف اوفر ان فلو الاسلوب بوزيتيف هنرسم الاي ام اف في النيجاتيف لو الاسلوب نيجاتيف هنرسم الاي ام اف في البوزيتيف في الانترفال اي بي ده ستريت لاين فالستوب في ستريت لاين ايكوال كونستانت فاليو بمعنى فرضا لو انا عايز اجيب الاستوب ده فلو الرقم ده 5 وده 10 وده 1 فيبقى 10 ديفايد 1 ايكوال 10 بس كده فبالتالي هيبقى لو انا عايز ارسم جراف ريبريزنت عن الاي ام اف مع التايم زي اللي مرسوم قدامك ده فتبقى الفاليو بتاعت الاي بي او الانترفال اي بي هيبقى الاي ام اف كونستانت فاليو طب انت رسمت في نيجاتيف ليه يا استاذ ما هو السلوب اوف لاين اي بي ايكوال بوزيتيف نمبر وبالتالي هرسم الاي ام اف في النيجاتيف طيب في الانترفال بي سي اللي سوب ايكوال زيرو فالاي ام اف ايكوال زيرو نخش بقى على الكيرفات الكيرف يا جدعان انت بتجيب التانجنت ات ا بوينت انا بكتفي بثري بوينت بوينت في اول الكيرف وبوينت في اخر الكيرف هتقولي لي السلوب ديكريسز اور انكريسز فالتانجنت ات بوينت سي از ماكسيمم فاليو التانجنت ات بوينت دي زيرو فالسلوب of C is maximum value and d equal 0 فانا كده خلاص عرفت ان ال اف ات c هتبقى maximum value و at d equal zero طب بص ولا نجدف عشان تكتشفها خد بوينت في نص الكيرف وارسم عليها التانجنت التانجنت هنا هتلاقيه عامل انجل مع الاكس اكسس في السكند كوارتر فيبقى الاسلوب فيها نيجاتيف فالاسلوب من سي تو دي نيجاتيف فالاسلوب نيجاتيف نيجاتيف الاسلوب تطير مع نيجاتيف لينز فهرسم الاي ام اف في البوزيتيف فتحت البوينت سي بالظبط هيبقى الاي ام اف ماكسيم وتحت البوينت دي الاي ام اف ديكريزز فتبقى زيرو وكمان هرسم في البوزيتيف عشان الاسلوب نيجاتيف فالاي ام اف ديكريزز طيب البوينت دي بدايه الكيرف الاخير طيب لحد البوينت اي السلوب انكريس عرفت منين؟ البوينت دي السلوب فيها زيرو لسه راسمين تانجنت عليها زيرو طب ات بوينت اي لو رسمنا تانجنت هنا هيبقى عامل انجل كبيره قوي مع الاكس اكسس فالسلوب اوف اي ايكوال ماكسيمم فاليو تمام كده ودي لسه منتهين بي ايكوال زيرو فكده الاي ام اف انكريسز فانا عرفت الاجابه ان الانترفال اللي انا بتكلم عليها هي الدي اي وليه عشان الدلتا فاي ام اوفر دلتا تي انكريسز طيب انا عايز ارسم السلوب بوزيتيف ولا نيجاتيف برضه نيجاتيف عرفت منين يا استاذ اخد بوينت في نص الكيرف ارسم عليها تانجنت التانجنت برضو عامل انجل يا اما في السكند كوارتر او الفورث كوارتر وبالتالي هتبقى التان نيجاتيف فنيجاتيف السلوب تطير مع نيجاتيف لينز وبالتالي هيبقى الاي ام اف انكريسز في البوزيتيف وبالتالي مين الانترفال اللي فيها الاي ام اف انكريسز الانترفال دي اي ديو تو ذا تشينج المجنيتيك فلوكس دنسيتي انكريزز سؤال تقيل جدا سؤال عالي انا عن نفسي هجيب زيه في الامتحانات ماليش دعوه هل هو هيجي في امتحان اخر السنه لا ولكن لازم نتدرب على كل انواع المسائل السؤال نمبر 14 بيقول لي تو رينجز اكس واي الريزيستنس اوف يونت لينث 1 متر 1 اوم are placed perpendicular to uniform magnetic field بس ring x uh, exposed to b والثانية y2 to, uh, to b respectively as shown in the figure <laughs> بيقول لي if the magnetic field uh, both fields have vanishes together يعني الtime constant so the ratio between EMF x over EMF y طيب ring يعني N1 constant الاثنين والتايم constant ففاضل لي ان الـ e EMF directory مع الـ BA فبالتالي ال اي ام اف اكس اوفر اي ام اف واي ايكوال البي بتاعت اكس ايكوال بي الاريا بتاعت اكس باي والراديوس ار باور 2 الماجنتيك فلوكس دنسيتي بتاع واي 2 بي والاريا باي والراديوس 2 ار فنعمل 2 باور 2 فتبقى 4 ار باور 2 ابدأ اختصر الرموز مع بعضها البي مع البي والباي مع الباي والريديس مع الريديس يتبقى 1 اوفر 8 فده الريشيو في السؤال الاول السؤال الثاني بيقول لي تو ذا تو اندوزد كارنت انتنسز ان بوث اي اكس واي واي فانا عايز الاي اكس اوفر الاي واي طب ما الاي ام اف اكس اوفر الاي ام اف واي ايكوال اي اكس ار اكس اي واي ار واي يبقى 1 اوفر 8 ايكوال الاي اكس اوفر الاي واي اللي انا محتاجها طب قالها هنا عندي جيفن تجيب لي الار اكس والار واي اي نعم بيقول لي الريزستنس بتاعه اليونت لينث ايكوال 1 طب ما هو اللينث اصلا ايكوال ان 2 باي ار و2 رينجز يعني ان ب1 فيبقى اللينث بتاع الرينج ديت 2 باي ار والرينج ديت 2 باي تايمز 2 ار فهيبقى انا عندي هنا اللينث بتاع ده واللينث دايركت مع الريزستنس تمام كده وبالتالي هنا الريزستنس بتاعت اكس هتبقى 2 باي ار وهنا 2 باي 2 ار فتبدا تختصر ال2 مع ال2 والباي مع الباي والار مع الار هيتبقى هنا 2 ديفايد 2 تديني 1 ودي ديفايد 2 تديني كوارتر وبالتالي 4 آه اسف وبالتالي الاي اكس اوفر الاي واي equal 1 over 4. نشوف السؤال اللي بعده. لي ring of radius 22 cm placed perpendicular to uniform magnetic field. الدنسي بتاعته 0.05. if the ring rotate 80 degree هو بادئ الروتيشن من perpendicular position. يعني لو ده direction الماجنتيك field وده البلين بتاع الكويل. perpendicular اهو. طب فين النورمال تو ذا كويل بارلل ماجنتيك فيلد فكده ثيتا 1 ايكوال 0 طب لو الرنج دي روتيت 80 ديجري كلوك ولا انت كلوك والله ما تفرق تمام فلو دارت 80 ديجري فهيبقى الانجل بينها وبين الماجنتيك فيلد نفسها هتبقى ايكوال 10 بس النورمال اللي عليها ميكس انجل 80 مع الماجنتيك فلوكس لاينز وبالتالي تبقى الثيتا 2 ايكوال 80 يبقى يعني انا كده عرفت ان الدلتا حصلت في الثيتا يبقى الاي ام اف ايكوال نيجاتيف هعوض على طول رينج ان بوينت تايمز البي 0.05 تايمز الاريا باي radius 22 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اول باور 2 تايمز التشينج بقى اللي حصل في مين في الثيتا كوساين ثيتا 2 ماينس كوساين ثيتا 1 تبقى كوساين 80 ماينس كوساين 0 كل ده ديفايد باي التايم اللي هو هيطلع 0.25 وبالتالي اعمل الكلام ده على الكالكوليتر هيطلع بوزيتيف 0.025 فولت فانا لما الكويل روتيت من البربنديكولار بوزيشن احنا اتفقنا اي كويل هيتسمع كلمه روتيشن ريسبكت الفيرست بوزيشن احترم الفيرست بوزيشن بيفور روتيشن لان هو بناء عليه هيتحدد الاجابه تماما تماما فهنا روتيت باي 80 ديجري فالانجل اوف روتيشن هي النيدد انجل طيب نشوف السؤال اللي بعده تقريبا ابلكيشن برضو على نفس السؤال اللي فات بالظبط بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر illustrates dimensions اوف الومنيوم فريم vertically ويندو تمام أه بي اي اف جي تمام والدايمنشنز بتاعته مرسومه عندي طيب بيربنديكلر برضو على الهوريزونتال كومبوننت اوف ذا ايرث يعني تخيل ده الارض اهيت ده الاير سيرفيس فده الهوريزونتال كومبوننت بتاعها فهو حاليا بيربنديكلر عليه طيب يا سيدي وده الفاي ام الماجنتيك فلوكس دنسي اف ويندو اوبند روتيت فيرتيكلي اه دي جي على الاكسس دي جي باي انجل 90 يبقى انا كده عرفت ان هو في الفيرست كيس كانت الانجل زيرو والفيرست والسكند كيس الانجل 90 كوساين 0 ب 1 ودي ب 0 فانا كده عارف ان التشينج هيبقى 0 فاي ام 2 اللي هي 0 ماينص فاي ام 1 فالاي ام اف تطلع بالبوست فتبقى الاي ام اف ايكوال برضه نيجاتيف والان ب 1 هو فريم يعني ون. طايمز ون. طايمز. اه 1 تايمز 1 تايمز البي 1.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 الـ dimensions 52 times 95 times 10 باور نيجاتيف 4 عشان اخلي كل واحده تبقى متر times سيتا 2 ب 90 فتبقى افتح براكت خدت كل ده كومن فاكتور فتبقى كوساين 90 اللي هي سيتا 2 ماينس كوساين 0 ديفايدد باي التايم 0.6 فتطلع معايا 1.48 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 فولت نشوف السؤال اللي بعد السؤال 17 بيقول لي A metallic ring resistance بتاعت R penetrate by magnetic field of M if the magnetic flux gets vanishes through time prove that quantity of charge determined by relation دي فانت عارف ان ال EMF equal IR equal N delta phi M اوفر دلتا تي نفك الاي كي اوفر تي وسنس ال ان ايكوال 1 فمش هعوض بيها تاني بقى دي هتبقى كيو اوفر تي تايمز ار ايكوال دلتا فاي ام اوفر دلتا تي اختصر يا باشا الدلتا تي مع الدلتا تي مين قال ان هما ايكوال ده التايم اللي حصل فيه التشينج بتاع الماجنتيك فلوكس لاينز وده التايم اللي بيحصل فيه فلو للتشارج فهما الاثنين مرتبطين ببعض <applause> يعني لو ما فيش فاريشن ما فيش تشارج بتمشي وبالتالي تايم قد تايم فيبقى كيو ار ايكوال دلتا فاي ام وال فاي ام الاولى فاي ام والثانيه زيرو فتبقى الدلتا فاي ام ايكوال فاي ام يبقى الكيو ايكوال فاي ام اوفر ار اللي هو طالبها طيب اكبر شيت فايبريت از ا بندلم انا علقت هنا كفر شيت بتتحرك كانها بندرم بيقول لي اكسبلين واي اتس فايبريشن جيتس دامد وين ذا فايبريتس بتوين تو بولز اوف سترونج ماجنت كفر ما هو برده بيقول لي كفر عشان ما يقولش ايرن فتبقى ماجنتايزد وبتاع ده فهنا الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد هيبقى بيربنديكلر على الشيت وهي بينتريت الماجنتيك فيلد فهي جايه من بعيد بينتريت الماجنتيك فيلد فكده الماجنتيك في فيلد اللي عليها انكريزز فهي سفر فروم الريبشن فورس فديلي الاوسيليشن بتاعها وهي جيتس اواي فروم ذا ماجنت برضو سفر فروم الاتراكشن فبيقلل اكتر الاوسيليشن فبدناها لحد ما تبقى ستاتيك بسرعه جدا غير لما البلندر ده يتحرك فريلي يبقى وين ذا شيت جيت انتو ذا magnetic flux suffers from the repulsion force according to lenses rule. زي ما قال lenses rule إن هو دائماً magnetic ف... induced current opposes direction بتاع ال magnetic flux producing it and when the sheet gets away suffers from the attraction force so the oscillation finishes Uh, vanishes fast طيب <applause> السؤال نمبر 19 سؤال سهل قوي بيقولي لي انت فيجر اي بي انا بحركه داون وورد فبيقول لي وات تو ذا هقول له ذا deflect in a certain direction طيب ليه عشان الفري الكترون moves فروم terminal تو انذر طيب الليتر بي بيقول لي طيب لو انا تشنج الدايركشن بتاع الفلوس ده upward فاقول له والله يا باشا كده ذا البوينتر deflects in the opposite direction to first case. بقولي how can wire AB moving uh, move uh, through the magnetic field without affecting of pointer? أنا عايز no induce EMF. فأقول له move the wire, move the wire parallel تو ماجنتيك فيلد يا اما تحركه ناحيه الساوث بول يا اما النورث بول فهو كده بيتحرك بارل فمفيش اي كاتنج للماجنتيك فيلد وبالتالي نو انديوز ام جنريتد جوه الواير السؤال اللي بعده بيقول لي لو سمحت انت اوبز فيجر ستريت ستريت رود اوف لينث 10 سنتيمتر ده الرود اللي انا هحركه باي فيلوستي 4 متر بير سكند بارل تو ريلز انا هحركه على الريلز دي اوف نيجليجبل ريزيستنس يعني التو بارز دول زيرو اوم والماجنتيك فلوكس دينستي بيربنديكلر على الواير اوف 1 تسلا كالكوليت البوتنشال ديفرنس بتوين اكس <سؤال> وواي ركز قوي بتوين اكس وواي مش بتوين الواير تمام <applause> فاروح اجيب الاي ام اف او الاندوز اي ام اف ايكوال بي ال في البي 1 واللينث 10 سنتيمتر يعني 10 تايمز 10 بون نيجاتيف 2

Times 2 تديني 0.1 فولت. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي: A metal rod A اللي هو ده moving perpendicular to uniform magnetic field B with uniform velocity on two metal reels AB وين where the resistance of each ار يعني بص البار ده كله على بعضه او الرود ده كله على بعضه resistance R. فانا حاليا واخد بارت من الـ من الرود سي اللي الحته اللي انا بعلم عليها بالاحمر دي او اظللها بالاحمر اصلا عشان تبان اكتر والحته دي دي فقط البارت اوف الار كل ده نجليجبل اوبن سيركت وبالتالي الافكتف ريزيستنس هي الجزء ده بالظبط فقول لي وات هابنز تو ذا ريدنج اوف جلفانوميتر ديورنج ذا موشن اوف رود in the direction as, as shown figure انا بحرك ده باي فيلوستي في في الدايركشن رايت تو ذا بيج فلو انا رسمت حاله لدي هنا تمام فالروت ده اتنقل هنا ففين الافكتيف ريزيستنس هتبقى الحته دي كلها هي بقت الريزيستنس اللي شغاله معايا فكده الريزيستنس اوف سيركت increases سو ذا كارنت decreases سو so the pointer deflection decrease ليه الجزء اللي انا واخده من الريزستنس بتاعه الرود بي سي increases فبقت الكلوزد سيركت اللي فوق دي الحته دي هي دي الكلوزد سيركت اللي انا مظللها وبالتالي الريزستنس كانت صغيره لما حركت الرود اللي هو الاي اللي هو السلندر الحمراء دي حركتها شويه الريزيستنس انكريزز وبالتالي الاي ديكريزز تمام كده السؤال 22 بيقول لي ان ذا opposite فيجر رود اي بي اوف لينث ال بتاعته ار دراجد ان uniform velocity في perpendicular تو magnetic فلوكس بي بروف ذات ان الفورس جيفن من relation دي فوالله يا باشا نجيب الاي ما هو الفورس ايكوال بي والانجل 90 فاضل لي هجيب من الاي الاي ايكوال الاي ام اف اللي هي بي ال في اوفر ار خد الاي دي وشيلها وحطها هنا فيبقى الاف ايكوال بي اللي هي راي والاي اللي هي فوقها دي تبقى بي ال في اوفر ار لسه في لينس هنا اللينس ده واللينس ده يدوني ال باور 2 والبي والبي يديني بي باور 2 فهتبقى بي باور 2 ال باور 2 في اوفر ار ده السؤال 22 نشوف السؤال 23 السؤال 23 من الاسئله المهمه قوي واللي دماغها حلوه قوي انت اوبزيت فيجر واير اي بي سي اللي هو على حرف ال ده is form right angle انا عامله right angle بس في سايد اي بي 2 ال وسايد بي سي ال Uh, is positioned such that the plane becomes perpendicular to magnetic field. The wire AB perpendicular to magnetic field، والواير BC perpendicular to magnetic field. <applause> ولكن بيسالني calculate الـ ال ال EMF in terms of the BLV the magnitude of EMF. تمام؟ مرة لو أنا حركته to, to the right في الدايركشن. يعني. بص يا ريس الـ EMF العبرة فيها إن يحصل فاريشن للماجنتيك فيلد. <applause> أي نعم هنا الواير بيربنديكولار ولكن ما بيعملش كاتنج للماجنتيك فلوكس لاينز. لو أنا حركت الواير كده فالسايد بي سي ما بيقطعش الماجنتيك فلوكس لاينز. تاني بص يا ريس تخيل كده لو أنا رحت جاي, جاي جايب عامل زي بتوع السجاد كده. رحت جاي جايب فريم من الخشب. ورحت عامل فيه مسامير ودقيت خيط زي بتاع السجاده كده اللي بيعملوا فيه غزل السجاده وجبت سكينه ده الخيط اهو وجبت سكينه حطيتها كده بحيث ان السلاح بتاعها هنا او هنا فكده السكينه لو هي الواير والماجنتيك فلوكس لاينز هي الخيوط ديت فكده الاثنين بيربنديكولار وكمان الدايركشن بتاع الفلوستي بيربنديك انا بحرك كده او كده فالدايركشن هيبقى بتاع الفلوستي تحس ان هو بيربنديكولار عليه بس مفيش كاتنج للماجنتيك فلوكس لاينز مفيش كاتنج خالص للماجنتيك فلوكس لاينز عشان تعمل كاتنج للماجنتيك فلوكس لاينز يتحرك السكينه دي لفوق او لتحت فانا لو حركت السايد اي ال اي بي وبي سي في الدايركشن 1 هيبقى السايد الطويل ده بس هو اللي بيعمل كاتنج للماجنتيك فيلد السايد بي سي اي نعم بيربنديكولار تو ماجنتيك فيلد و... ولكن دازنت برودوس ماجنتيك اه... اي... ما... دازنت برودوس الكتروموتيف فورس وبالتالي الاي ام اف في الدايركشن 1 هي الاي ام اف فقط بتاعه الواير اي بي فتبقى ايكوال بي والال 2 فيبقى 2 بي ال في ده الاي ام اف في الدايركشن 1 في الدايركشن 2 هيبقى نفس الفكره بس السايد بي سي لو انا حركت ده كده لفوق السايد بي سي هو فقط اللي كاتنج الماجنتيك فيلد ده زي اخر سؤال في اللي تشوفوا شرحناه ويومها ما شرحنا السؤال برضو اللي جه في الامتحان اظهر وانا حاطه في الفايل اللي على الجروب تمام كده فده لو اتحرك لفوق فهيبقى السايد ده فقط هو اللي كاتنج الماجنتيك فيلد وبالتالي هيبقى الاي ام اف ايكوال بي ال في فقط طيب لتر سي بيقول لي لو انا حركت الواير ده بيربنديكولار تو ذا بلين اوف ذا بيج انتو ذا بيج الماجنتيك فيلد انتو وانت بتحرك الواير انتو فبتحرك بارل فتبقى في سي الاي ام اف بتوين التو بوينتس اي سي ايكوال زيرو السؤال 24 ميتاليك سلندر رود او ميتاليك رود ريزيستنس ار سلايد فريلي downward inclined angle through vertical magnetic field touching smooth الحته دي مهمه قوي smooth metal reels يعني مفيش friction force يعني الاكسلريشن بتاعت الرود دي هي الجرافيتي اكسلريشن يعني معنى كده ان ال speed او oral velocity of rod increases هو لانه moves do, uh, same direction gravity acceleration فبيقول لي and resistance are connected to millimeter the, as a show figure explain why the millimeter reading doesn't remains constant أقول له أباشى due to the velocity of wire increases لأنه هو ماشي same direction ديه الجرافيتي acceleration آخر سؤال من الأسئلة الجميلة جدا في الليسون ده بيربط بين شابتر 3 وشابتر 2 الأسئلة زي ما أنا اتفقت معاكم قبل كده السؤال اللي يربط بين تو شابترز في غاية غاية الأهمية سؤال تقيل قوي مهم جدا تعال قبل ما نشرح هي دي الحالة اللي هو شرح إن البي اكسترنال ديكريس أصل أنا عامل لها حالة تانية ده البي اكسترنال ديكريس وبعدين هنعمل ان البي اكسترنال انكريز قبل ما نشرحها تعال نرجع لشابتر 2 في الميوتشال اندكشن بتوين تو وايرز لو الواير ده 1 والواير ده 2 هو انا راسم التو وايرز دول بارل لبعض والكرنت هنا اوبوزيت دايركشن يعني في 1 الكرنت اب وورد في 2 الكرنت داون وورد فلو قلت لك الكرنت هنا اوبزيت دايركشن هيحصل ايه بتوين تو هتقول لي هيحصل ريفرشن فورس برينس طب في الحاله دي الواير 1 الكرنت هو اللي داون وورد والواير 2 الكرنت اب وورد هيحصل ايه برضه ريفرشن فورس ليه الكرنت اوبزيت دايركشن لا كده الجيف ريزون كده اللي انت بتقوله ده فيزكس كده مش صح قوي يعني هو صح برضه هيبقى الماجنتيك فيلد هنا بلس فبالتالي الماجنتيك فيلد هنا مور ذان ات تو سايدز اوف واير فكل واير موفز من الهاير دينستي للور دينستي كلام جميل ولكن برضه كان في حاجه اسمها فليمنج ليفت هاند رول فليمنج ليفت هاند رول هو الواير 2 ده الدايركشن دا الفورس بتاعت الواير 2 ليه؟ اصل الواير 1 جنريت external magnetic field act على الواير 2 according to Ampere right hand rule فال external magnetic field act على الواير 2 into the page وبالتالي ده direction البي على الواير 2 فبالتالي وده direction current فبالتالي ده الثمب ده دايركشن الفورس الواير 2 يسكت لا ما هو الواير 2 كارس current فبريدوس يعني الاكس دي ده البي 1 اللي جايه على الواير 2 طيب الواير 2 ما هو برضو شايل كارنت فجنريت ماجنتيك فيلد هنا ان 2 على الواير 1 فده البي بتاعه الواير 2 هي الاكسترنال ماجنتيك فيلد اكت على الواير 1 فيبقى الماجنتيك فيلد ان والكرنت والكارنت ابورد فيبقى الفلوس الناحيه الفورس ناحيتي فيبقى ده دايركشن الاف 1 والله العظيم هنا برضو هتبقى كده يعني بص ده, ده قبل ما اعمل العمله دي كلها هيبقى ده دايركشن الاف 2 وده دايركشن الاف 1 طب برضه انت عارف لازم نتاكد بفليمنج ليفت هاند رول الواير 2 بريديوس عند الواير 1 ماجنتيك فيلد اوت فده البي اللي جايه من الواير 2 فده دايركشن الماجنتيك فيلد وده دايركشن الكرنت فالفورس على الواير 1 في الدايركشن ده طيب الواير 1 جنريت عند الواير 2 ماجنتيك فيلد برضو اوت فده البي بتاعت الواير 1 فده البي بتاعت الواير 1 وده دايركشن الكرنت فده دايركشن الفورس فكده هنا حصل ريبالشن فورس بتوين التو وايرز وهنا برضو حصل ريبالشن فورس بتوين التو وايرز يعني مش شرط الكرنت يبقى اوبوزيت دايركشن خلي بالك مش شرط الكرنت يبقى اوبوزيت دايركشن عشان يحصل ريبالشن انا بشغل امبير رايت هاند رول عشان اعرف الدايركشن بتاع الاكسترنال ماجنتيك فيلد وبعدين شغلت فليمنج عشان اعرف الدايركشن بتاع الفورس طيب تعال نحل المساله اللي هي دي دي البي اكسترنال ديكريس تعال نشوف بيقول لي ان ذا اوبست فيجر تو رودز اي بي كان سلايد اون تو بارل ريلز بيربنديكولار تو ماجنتيك فيلد if the magnetic field started to decrease gradually. البيل إكس 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 دي كلها رايحه decreases. Describe with explanation how the two rods will move. بص يا اللي انت شايفه ده كأنه رينج. أيوه. كأن في هنا سكوير coil. آه فال external magnetic field لما decreases عمنا لينز يقول لك والله ما هيخليه decrease فانا ماجنتيك magnetic field انتو عشان ازود الاكسترنال فيلد فالكرنت يبقى وايز تاني تخيل ان ده كويل اهو وال external magnetic field decreases وهي انتو ان انتو فالكرنت الانديوزد هيبقى ماشي وايز فهيبقى في الواير بي غير القلم بس عشان تبان في الواير بي الكرنت هيبقى داون وورد في الواير اي الكرنت اب وورد الله يا استاذ ده هيحصل ريبالشن بتوين التو وايرز فالواير بي هيتحرك في الدايركشن ده فده دايركشن الفورس على الواير بي وده دايركشن الفورس على الواير اي ده جود لك حظ جيد وخلاص هل فيزكس صح لا بلح امال يا استاذ انا هستعمل فليمنج ليفت هاند رول هقول لحضرتك حاجة قبل ما نشرح دي بالتفصيل الممل تعال نشوف هنا حاله زياده لو البي اكسترنال انكريسز عادي يا استاذ ده انكريسز وهي ماجنتيك فيلد انتو فريديوس اوت عشان تقلل الماجنتيك فيلد فالكرنت يمشي انت كلوك وايز فده دايركشن الاي انديوز فبقى في الواير ايه الكرنت داون وورد وفي الواير بي الكرنت وورد طب ما الاساس كده هو الكرنت اوبوزيت دايركشن فيحصل فورس غلط تخيل تخيل ان الواير بي موفز في الدايركشن ده والواير اي موفز في الدايركشن ده فيحصل بينهم اتراكشن يا راجل اه والله تعال نرجع بقى ايه للحاله الاولى نشرحها بالتفصيل وبعدين نرجع للحاله الثانيه هنا تاني البي اكسترنال ديكريسز البي اكسترنال ديكريسز فالينز رول بيقول لي ان انا برديوس ماجنتيك فيلد انتو عشان ازود الماجنتيك فيلد فالكرنت يمشي هنا كلوك وايز فالواير بي الكرنت ماشي فيه داون وورد فاشتغل لي كده فلامنج ليفت الماجنتيك فيلد انتو والكرنت داون وورد فده دايركشن الفورس على الواير بي طب الواير ايه ده دا دايركشن الماجنتيك فيلد والكرنت ماشي كده فيبقى دايركشن الفورس الناحيه دي فالاكسبريشن بتاعي هنا هقول له According to Lenz's rule, the induced current flows in clockwise direction. So each wire. Affected by force, according to Fleming left hand rule, the wire B moves to the right. Right side right of and the wire A moves to the left. طيب فهمنا الحالة دي؟ تعال نشوف الحالة التانية. هنا ال B external increases فهي into فبروديوس out فالكرنت يمشي anti clockwise. هنا الكرنت في ال two wires opposite direction. هل يحصل منهم برشر؟ لا. اذا كان هنا ما قلتش انا قلت الواير بي اتحرك ناحيه الرايت، والواير اي اتحرك ناحيه الليفت. طب هنا شغل بقى امبي فليمنج ليفت. الماجنتيك فيلد على الواير اي انتو، والكرنت نازل داون وورد، فتخيل ان ده هو دايركشن الفورس على الواير اي. طب هنا الواير بي الكرنت اب وورد، فده دايركشن الماجنتيك فيلد، والكرنت اب وورد، فالفورس تبقى ناحيتي، فيبقى ده direction الفورس على الواير بي وبالتالي هقول كل الشرح ده بس اقول له according to lenses rule induced the induced current flows in anti-clockwise in the coil so each wire affected by force according to flaming lift hand rule الواير بي هتحرك ناحيه الليفت والواير ايه هتحرك ناحيه الرايت يا رب اكون في التوكه يا شباب انا مش عايز اقول لك الساعه كام دلوقتي الساعه 3 قرب الفجر يا رب الساعه دي ساعه استجابه يا رب يحقق لكم كل اللي بتتمنوه انا بحاول بقدر الامكان يا جدعان اوصل لاعلى مستوى معاكم والله انا بتعب معاكم جدا وربنا يعلم انا بتعب معاكم ونفسي اشوفكم في اعلى المناصب وأنتوا ساعدوني على كده يا رب يوفقكم واسمع عنكم كل خير يا شباب ويا رب كل واحد فيكم يحقق لنفسه فيه ويسعد نفسه ويسعد اهله ويسعدني معاه ان شاء الله باذن الله وشكرا يا رب يخليكم ذاكروا قوي 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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته